حقيقة مفيش حد من جيل الثمانينات والتسعينات مش فاكر مسلسل جريندايزر، مسلسل الكرتون الشهير، المسلسل اللي كلنا كنا بنستناه بشغف كبير جدا، خاصة كمان من بداية أغنية التتر اللي كانت بصوت الفنان سامي كلارك اللي رحل عن عالمنا امبارح. حقيقة الفنان سامي كلارك من أهم الفنانين اللبنانيين، كان بيتميز بصوت أوبرالي عظيم. هو في الحقيقة كمان كان اسمه سامي حبيقة، لكن عشان اسمه يقدر يتنطق في العالم بسهولة فغير اسمه لسامي كلارك. وكان الحقيقة كان بيتقن لغات عديدة جدا، طبعا كان بيتقن العربية، الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، الأرمنية، يعني كان فنان كبير جدا الحقيقة. خلينا نفتكر مع حضراتكم أبرز وأهم محطاته، نرجع على طول. جيل الثمانينات والتسعينات أغلبه كان مرتبط بمسلسل الكرتون الشهير جريندايزر اللي كانوا بيستنوا عرضه بشغف كل يوم، والشغف ما بيكملش غير لما يسمعوا تتر البداية للمسلسل بصوت المطرب اللبناني الشهير سامي كلارك اللي ودعناه امبارح واستقبلنا خبر وفاته بحزن كبير. مسلسل جديد وبعتقد رح يكون له صدى كبير كتير لأنه مسلسل كتير ناجح. اتولد سامي كلارك في قرية ظهور الشوير في منطقة شمال بيروت في شهر مايو عام 1948. انطلق في بداية مسيرته بالأغاني الغربية ونجح في تحقيق شهرة كبيرة، خصوصاً بعد ما تعاون مع المؤلف الموسيقي إلياس الرحباني اللي اداله فرصة المشاركة في مجموعة كبيرة من المهرجانات العالمية. من أجلنا جميعاً تغني الطيور. التعاون اللي حصل ما بين كلارك والرحباني أثمر عن إنتاج أعمال حققت نجاحات كبيرة جداً زي أغنية موري موري اللي غناها باللغة الإنجليزية، ويمكن الأغنية دي كانت الدافع اللي خلت سامي كلارك يغني بلهجات كتير زي الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية وكمان الروسية. علي بطل صغير هيا طر يا جريندايزر، عدوك فاحذر سلح نفسك قاتل في الدفاع. سجل إنجازات المطرب الكبير سامي كلارك مليان وحافل بجوائز كتير من مهرجانات موسيقية عالمية في ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.